الا كنتي كتفرج في الفيديوهات ديالي كل نهار ولا كنتي كتشوف ستوريات ديالي ولا لي بوست، فاكيد عندك دي زوبجيكتيف، عندك واحد الاهداف اللي باغي تحققهم وباغي تبدل الحياه اللي عندك دابا لواحد الحياه اخرى اللي احسن. وكيف قلت قبل في بزاف ديال لي فيديو، هو انه ما كاينش شي واحد اللي باغي واحد الحياه اللي ما عاجبهش، كلشي باغي يعيش واحد الحياه اللي زوينه. دونك ما عرفتش انا الاهداف ديالك شنو، ما يقدر يكون الهدف ديالك هو انك تبدل الخدمه، عندك واحد الخدمه دابا اللي ما عاجباكش، ولا تبروموطا في هذيك الخدمه اللي فيها باغي تطلع لان اوتخو بوست. يقدر يكون لوبجيكتيف ديالك هو تلونسي شي مشروع، يقدر يكون لوبجيكتيف ديالك هو تسافر تمشي تقرا في شي بلد اخر، ولا تمشي تخدم في شي بلد اخر، ولا تمشي تلونسي ان بيزنس في بلد اخر. من اللي غادي يقول لك هو انه لوبجيكتيف ديالك كما كان، يقدر يكون غير انك تولي موسكلي، انك عندك واحد الكور دابا اللي ما عاجبكش، فيه واحد الماتير غراس، فيه الشحمه بزاف، وبغيتي يكون عندك واحد لوكور اللي موسكلي، فهذا حتى هو اوبجيكتيف. هاد لي زوبجيكتيف كاملين ممكن تحققهم، ولكن الا ما كانش عندك واحد المهاره كون متاكد على انك ما عمرك ما غادي تحققهم. والا ما تعلمتيش هاد المهاره غتبقى العام الجاي في نفس البلاصه، والعام اللي من موراه في نفس البلاصه، 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين في نفس البلاصه الا ما تعلمتيش هاد المهاره. وشنو هي هاد المهاره؟ هاد المهاره كاينه غير عند 2% ديال الناس. تخيل معايا بلي هاد المهاره كاينه عند 2% ديال الناس، يعني الناس قلال قلال بزاف اللي عندهم هاد المهاره. الوغ شنو هي هاد المهاره؟ هاد المهاره هي اللي كتفصل لينا الناس اللي ناجحين على الناس اللي ما نقولوش فاشلين، من الناس اللي ما كيوصلوش لداكشي اللي بغاو. هي مهاره لا ريغولاريتي ولا الاستمراريه ولا الكونسيستنسي بالانكلي. شنو هي الاستمراريه؟ الاستمراريه فاش كتبدا شي حاجه وكتبقى خدام عليها حتى كتوصل للهدف، ما كتحبسش، انت كتبقى حاط قدام عينيك هذاك الهدف وكتبقى خدام عليه ديما. تقدر القضيه توصل على انك تبقى خدام عليه كل نهار. بحال ليكزومبل اللي كنعطي ديما هو انك الا كنتي في الاخر ديال العام باغي تعلم لونغلي، بزاف ديال الناس كيصحاب ليهم راه لونغلي راه المشكل فيهم هما، راه هما ما عمرهم ما غيتعلموا لونغلي، لونغلي ما دارتش ليهم، لونغلي دارت لواحد الناس اخرين. الطريقه ديال كيفاش كيتعلموا لونغلي ما مزياناش، كيبداو يقلبوا على بزاف ديال الطرق ديال لونغلي، كيجربوا هادي واحد الشهر، هادي كيجربوا واحد الشهر، هاد الاخرى شهر، وفي الاخر والو باقي في بلاصتو. علاش؟ حيت كان خاصو يشد غير حاجه وحده ويبقى كل نهار يخدم عليها حتى الاخر ديال العام. وانا ديما كنقول باللي كنتحدى اي واحد كيقرا لونغلي كل نهار بالطريقه التقليديه، كيحفظ الفوكابولير، كيهضر واحد جوج كلمات لمده عام، جيبوا ليا ويكون ما كيهضرش لونغلي، غادي نلقاوه كيهضر لونغلي. علاش؟ حيت السيد عنده الاستمراريه، ولكن قبل من الاستمراريه خاصها اصلا تكون الخدمه. يعني حيت كاين بزاف ديال الناس اللي كيصحاب ليه باللي باش يوصل للاهداف ديالو غيبقى هو غير جالس وناعس بحال هكا وغادي يوصل للاهداف ديالو. لا، وغير باش نقول لك انا راه ما جيتش هنا باش نعطيك شي طريقه اللي خياليه، ما جيتش باش نعطيك واحد الفانيله اللي غادي تشربها وغتوصل للاهداف ديالك، لا، غادي نعطيك واحد لا ميثود اللي خدامه خدامه باش دير هاد الاستمراريه هادي. دونك في الاستمراريه كاينين جوج طرق. شنو هما جوج طرق؟ اول حاجه كاينه هي الانضباط. شنو هو الانضباط؟ الانضباط هو فاش كتفرق ما بين لي زيموسيون ديالك، الاحاسيس ديالك، وما بين لي زاكسيون اللي خاصهم يديروا. دونك كيف قلنا الناس اللي كيوصلوا الاهداف ديالهم هما واحد الناس اللي مستمرين في داكشي اللي كيديروا. دونك كيف ما قلنا ليكزامبل ديال لونغلي، كل نهار كيقرا ديك الساعه ديال لونغلي. دونك الاحاسيس خاصك تفرقهم على هذيك لاكسيون ديال انك دير ساعه ديال لونغلي. دونك تقدر تكون شي نهار فرحان عاجبك الحال، دونك غادي تقرا ديك الساعه ديال لونغلي، ولكن يقدر شي نهار اخر اللي غتكون فيه كاعي وما عاجبكش الحال وغتقول حتى ديك الساعه ديال لونغلي تي معدي ما ندير بها وما غديرش ديك الساعه ديال لونغلي، وهذا الشيء اللي ما يخليكش تستمر بمعنى اخر ما غاديش توصل للهدف ديالك. دونك خاصك ديما تقول انا عيان، انا كاعي، انا طال لي الدم، ولكن خاصني ندير ديك الساعه ديال لونغلي. غير هو باش تفرق الاحاسيس على لي زاكسيون ولا على داكشي اللي خاصو يدار كدوموندي واحد المجهود كبير. يعني اشاك فوا غادي تكون ما عاجبكش الحال خاصك دير هذا المجهود هذا باش تنوض دير لاكسيون. وحتى لو وصلتي للاهداف ديالك غتوصل وانت معذب بزاف، راه تقدر تبقى 6 شهور 7 شهور 8 شهور وانت كتبزز على راسك انك دير ديك الحاجه وكتبزز، ولكن راه ما حدك كتبزز وما حد القضيه وكتصعب. دونك فريمون غدوموندي لك بزاف ديال الحوايج وغتيبويزيك. الوغ كاينه الطريقه الثانيه، والطريقه الثانيه كنقول باللي دارت للناس الاذكياء. الناس الاذكياء هما اللي عارفين هاد الطريقه لاش حسن من الانضباط. علاش؟ حيت عرفوا باللي الدماغ ديالنا، الدماغ ديالنا ماشي الدماغ ديال الانسان، عنده واحد البلاصه خاصه بلا كرياسيون ديال لي زابيتود، عنده واحد البلاصه خاصه كتكتسب العادات،
عنده واحد الميكانيزم، عنده واحد الطريقه كيفاش كيكتسب العادات، غير الناس ما عارفينش هاد الطريقه. كون عرفوها كون خدموا هاد الطريقه باش انهم هما يكتسبوا العادات، ديجا هو كاين فيه واحد الميكانيزم. وقلت راه نعطيك اكزومبل ساهل، الا قلت لك دابا مع الصباح فيق وما دير والو، غتلاحظ باللي انك كدير نفس الحاجه اللي درتي البارح مع الصباح، نفس الحاجه. علاش؟ حيت الدماغ ديالنا مديور هكاك. ولا لاحظتي معايا راه داكشي اللي كدير في النهار ديالك اليوم راه هو اللي غادي دير غدا، هو اللي غادي دير بعد غدا بخاسك، يعني واحد 40% حتى 50% غادي تعاودو. غير هو داكشي اللي كدير دابا حاليا كون كان مزيان كون وصلك الاهداف ديالك. انت لا، ما عندكش داكشي اللي غيوصلك الاهداف ديالك. دونك شنو خاصك دير؟ خاصك تانستالي واحد العادات جديد اللي غاديين في هذاك الهدف اللي باغي. ليكزامبل السهل هو انك باغي تكون ميسكلي في الاخر ديال العام، فليزابيتو اللي خصهم يكون عندك شنو هما؟ هو انك تكون كتنعس واحد النومبغ زعما مهم في النعاس، وخاص تكون كتريني مثلا 3 مرات في السيمانه، وخاص تكون الماكله ديالك مقاده. دونك الا ما كانوش عندك هذا الشيء في السيمانه ديالك، متاكد على انك عمرك ما توصل داك لوبجيكتيف ديال انك تكون ميسكلي، وما تكونش عندك مثلا شحمه في لوكور ديالك. دونك خاصك تانستالي هاد العادات. وانا جو سوي سور بلي غاليريتي وحاولتي شحال مره انك تبقى تمشي للاصال وانك تستمر فيه وما قديتيش. علاش؟ حيت ما عارفش الطريقه ديال كيفاش تكتسب واحد العاده. وكيفاش تكتسب واحد العاده خاصك تعرف بعدا شنو هي العاده. بزاف ديال الناس ما كيفرقوش، كيسحاب لهم بلي الا شي حاجه كيديرها كل نهار راه هي عاده. لا، الا كنتي كدير شي حاجه كل نهار راه ما كاينش عاده. تقدر تكون انضباط، تقدر تكون التزام، ولكن العاده راه مبنيه على واحد الميكانيزم في الدماغ ديالنا. وهذا الميكانيزم شنو هو؟ مبني على 3 الحوايج. اول حاجه هي الاشاره، شي حاجه اللي كتفكرني باش ندير ديك العاده. وثاني حاجه هي العاده براسها اللي هي لاكسيون. وثالث حاجه هي المكافاه. وبزاف ديال الناس ما كيديروش المكافاه، كيبدا لاصه ولكن مراسه شنو كيكافئ راسو؟ شنو كياخذ كمكافاه باش انه يبقى يتريني؟ كيبدا يقرا واحد الكتاب ولكن فين المكافاه مورا ما كيقرا داك الكتاب؟ كيبدا مثلا يتبع واحد لا فورماسيون ولكن فين المكافاه علاش متبع ديك لا فورماسيون؟ دونك كاين واحد المشكل ديال الناس ما عارفينش اصلا الدماغ ديالنا كيفاش كيكري العادات. الا فهمتي كيفاش كيكري العادات فتقدر تستغل هذاك الميكانيزم اللي كاين في الدماغ ديالنا وتخلق عادات جداد وتبقى محافظ عليهم. حاليا دابا انا وصلت العام و33 يوم ولا ما قلت 34 يوم وانا كنفيق مع 5 ديال الصباح. وهذه كانت اول مره كنكتشف فيها العادات، واول مره كنخدم بها الميكانيزم ديال الكرياسيون ديال لي زابيتود. حاليا دابا كنلوح فيديو كل نهار من الاول ديال العام. شحال وصلت دابا؟ نكون وصلت ل 200 فيديو. تخيل معايا كل نهار كنلوح فيديو، كل نهار فيديو، وصلت ل 200 فيديو. هذا في يوتيوب. في انستغرام شحال وصلت دابا من الفيديو؟ سير شوف في الفيدباك، سير شوف في الفيد، غادي تبان لك بلي وصلت تقريبا واقيلا هذه الفيديو رقم 87. دونك غير كنقول لك بلي راه الا اكتشفتي الطريقه كيفاش تخلق واحد العادات، حتى شي حاجه ما تقدرش تحبسك. كنقول لك بلي حتى شي حاجه ما تقدرش تحبسك. تقدر تبقى تمشي لاصال لمده عام، عامين، 3 سنين، حياتك كامله. تقدر تقرا واحد لونسوم ديال الكتوبه بزاف، تقدر ديفلوبي لونغلي وديفلوبي الفرنسي وديفلوبي اللغه اللي بغيتي، وتقدر تبدا المشروع ديالك وتجينيري هذاك الغوفوني اللي باغي. اي حاجه، كنقول لك اي هدف بغيتي تحققه تقدر تحققه، ولكن الا عرفتي الطريقه كيفاش تخلق العادات اللي غتخليك انك تستمر واللي غتخليك انك توصل للاهداف ديالك. وملي غتوصل للاهداف ديالك بيان سور غادي تكري وغادي تخلق ديك الحياه اللي باغي. دونك الا ما كنتيش خالق ديك الحياه اللي باغي وعايش واحد الحياه اللي ما عجبكش، فراك ما محققش الاهداف ديالك. ولا كنتي ما محققش الاهداف ديالك، فراه المشكل انك ما كتستمرش فاش كتبدا. وعلاش ما كتستمرش فاش كتبدا؟ حيت ما عندكش الطريقه الصحيحه كيفاش تخلق العادات وكيفاش تستمر. دونك الا كان عندك هذا المشكل وكنتي انتريسي وبغيتي واحد الطريقه اللي فيها 6 لي زيتاب، 6 الخطوات، دو ا زد، كيفاش تخلق واحد العاده وتحافظ عليها. وهاد الطريقه شي حاجه اللي بروفي، شي حاجه اللي مبرهنه سيونتيفيكمون، واللي خدمت بها انا دابا لمده عام، وخدموا بها الناس اللي كوتشي تقريبا شي 40 واحد، وخدامين غادي مزيان، كي وصل دابا ل 200 يوم، كي وصل 100 يوم، كي وصل دابا ل 60، على حسب البيريود اللي كوتشيت فيها هاد الناس. فما عليك الا تدخل اللينك ولا الرابط اللي كاين في البايو، غادي تكليكي غادي تلقى واحد لا فورماسيون. الا كنتي انتريسي ديك الساعه تقدر تباسي لا كوموند ديالك في البلاصه، غيوصلك لاكسي وتقدر تدخل تفرج في سميتو في لي فيديو اللي فيها. راه فيها واحد 6 لي موديول، تقريبا واحد 90 كونتوني، زائد مجموعه ديال لي بونوس اللي منهم الساعه ديال الكوتشينغ معايا انديفيديوال اللي نقدر نجاوب فيها على كاع لي كيسيون اللي عندك، زائد لي بي دي اف اللي فيهم لا ميثود مفصله مزيان باش تاخذها كوم تشيك ليست اللي بقات تشيكي بها كل نهار واش درتي ديك العاده ولا ما درتيهاش، زائد الكالندري، زائد واحد ساعه ونص
دير واحد الوركشوب، واحد الدوره تدريبيه اللي درتها اونلاين اللي جاوبت فيها على بزاف ديال الاسئله، اي او ميم تو كنتريتيت في هذا المشكل ديال العادات، الانضباط والتحفيز، وعلاش ما خاصكش تعول على التحفيز. دونك كيف قلتي الا كنتي انتريستي عليك الا تدخل في اللينك في الرابط اللي كاين في الصفحه ديالي، غادي تخرج لك لا فورماسيون وديك الساعه تقدر تباسي لا كوموند. والعرض كيف قلت راه غادي يتسالى نهار الحد ان شاء الله. تهلا ليا فراسك، نشافو الجهه الاخرى.